شهيد عدالة الاجتماعية، شهيد موقع زيو، التلميذ عبد الكريم الرتبي. رتبي ارتاح ارتاح وصار وواصل الكفاح. الاستقلال الشكري الى يومنا هذا عرف مجموعة من الانتفاضات الشعبية العارمة احتجاجا على الاوضاع المزرية التي تعيشها فئات واسعة من الجماهير الشعبية المغربية. هذه الوضعية نتيجة السياسات اللا شعبية للحاكمين. أيضا هذه الانتفاضات كانت محطات لإبراز مدى السخط العارم لدى الجماهير الشعبية تجاه هذه السياسات. ومن بين الانتفاضات الخالدة في تاريخنا المغربي انتفاضة يناير 1984، والتي نحن بصدد تخليد ذكراها بكل فخر واعتزاز. 84 المجيدة، ألف شهيد وشهيدة. 84 المجيدة، ألف شهيد وشهيدة. قلت الحديث عن هذه الانتفاضة لا بد من وضعها في سياقها التاريخي والأسباب التي أدت إلى هذه الانتفاضة. معروف أنه في بداية الثمانينات عرف المغرب جفافا استثنائيا، وبالتالي كان موسم فلاحي أسود، ومعلوم أن المتضرر في هذه الحالة هم الفلاحون الصغار الفقراء. أيضا من بين الأسباب التي أدت إلى هذه الانتفاضة السياسات التي تبنتها الدولة بخصوص الأسعار، بحيث تبنت زيادة في مجموعة من المواد الاستهلاكية، وذلك لضرب القدرة الشرائية واستهداف مباشر لجيوب الجماهير الشعبية. أيضا من بين الأسباب ارتفاع تكاليف ونفقات الحرب في الصحراء المغربية. هذه النفقات اللي قدرتها بعض المصادر في تلك الفترة كانت كتكلف المغرب 2 مليون دولار في اليوم الواحد. وبطبيعة الحال هالتكاليف كان المواطن البسيط المغلوب على أمره هو الذي يؤديها، كانت تقتطع بشكل مباشر من رواتب وأجور الموظفين المتوسطون والموظفين الصغار والعمال والمستخدمين، وبشكل أيضا ضريبة غير مباشرة كانت تفرض على عموم الجماهير الشعبية. أيضا من بين الأسباب تبني الحكومات لسياسات التكوين الهيكلي هذه السياسة التي لها ما لها وعليها ما عليها، هذه السياسة التي كانت تجبر الحكومات على الخضوع للسياسات أو الإملاءات ديال المؤسسات البنكية المالية الدولية. وأيضا من بين الأسباب تدني مردود مجموع من القطاعات الانتاجية، وفي المقدمة الفوسفات باعتباره ثروة وطنية. الفوسفات تراجع المبيعات ديالو في تلك الفترة في الأسواق العالمية بسبب المنافسة الشرسة.
البطالة ساهمت في هجرة الفلاحين بأعداد كبيرة نحو المدن وتشريد هاد الفلاحين الصغار. في تلك الفترة كان الشباب هو القوة الضاربة لهذه الانتفاضة. هذا الشباب والذي كان مدعوما بفئات اجتماعية أخرى، نساء، شيوخ، أطفال، كان يتدفق نحو الشارع بكل جرأة متحديا بذلك الأجهزة الأمنية باختلاف تلاوين ديالها واللي كانت مدججة بالسلاح. حتى الجيش نزل للشارع واتعطات له أوامر إطلاق الرصاص الحي من أجل إخماد هذه الاحتجاجات. قتلهم عدمهم ولا الشعب يخلفهم، وقتلهم عدمهم ولا الشعب يخلفهم. قلت هذه الاحتجاجات اللي جاءت ضدا على السياسات التسلط والنهب والقمع والقهر، ضدا على سياسات الفوارق الطبقية الصارخة، الفوارق الطبقية الصارخة التي كانت تهدف إلى إغناء فئة قليلة في مقابل الحرمان والبؤس لدى فئة واسعة من عموم الجماهير الشعبية المغربية، بحيث كان المطلب الأساسي والوحيد لهذه الانتفاضة هو الإلغاء الفوري والكلي لجميع الزيادات التي شملت المواد الاستهلاكية في تلك الفترة. وأيضا هذه الانتفاضة الخالدة لسنة 1984 كانت قوية، بحيث جعلت العديد من رجال الأعمال، من الموظفين السامين في الدولة، فئات من البرجوازية ينتابهم نوع من الخوف والفزع، بحيث بدأوا يفكرون بالهرب إلى الخارج مع أموالهم. وعندما هدأت العاصفة بدأت الاعتقالات العشوائية في صفوف المشاركين في هذه الاحتجاجات، اعتقالات ومحاكمات صورية. الحرية للمعتقلين وراء